Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. ازيكم عاملين ايه؟ ويلا بينا بسرعة 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 نكمل يونيتي 1 لسون 1. كنا بنتكلم عن سو بريزونتي وقلنا ان في بعض الفيربات اللي لازم نحفظها كويس قوي، زي مثلا الفيرب دو بريمي جروب. هننط بس فيرب سابلي لمدة دقيقة وهشرح لكم ليه. فيرب دو بريمي جروب قلنا ان احنا يعني ايه فيرب دو بريمي جروب؟ يعني فيرب ينتهي بـ ER. بشتو بالـ-ER وحط مع جو E, tu, ES, il و elle, E, nous و NS, vous, EZ, il avec S و elle avec S, ENT. طيب ده بس aimer؟ لا، أي verb من الـ premier group. طيب aimer يحب، أمال habiter يسكن. طب تعالي نبص كده نفس الكلام بالظبط. طيب إزاي بيتعمل؟ بنشيل الـ ER ونحط E, ES, E و NS, EZ, ENT. طيب فيرب افوار، لان واحنا في اولى ابتدائي واحنا بناخده، وانا عامله عليه فيديو هحطها لكم في الديسكربشن. تبقى ايه؟ جي تويا إلا إلا نوز افون فوز افي إل زون إل زون. طيب فيرب افوار معناه ايه؟ معناه عنده، هو عنده 16 سنه مثلا، او انا عندي 16 سنه. طيب مدام في فيرب فوق حضرتك نطتي، اه ده فيرب سابلي. بصوا في كذا حاجه انا عامله عليه فيديو هبعته لكم برده، بس عايزاكم تركزوا كويس قوي. اولا فيرب سابلي اخو او اخ، فعشان كده انا حبيت اقول الاول فيرب دو بريمي جروب. تمام. طيب بعد كده، لا هو مش اخره او اخ بس، ده اخره ال او اخ. هنعمل ايه؟ هنعمل دوبل للال في كلهم ما عدا النو والفو، بس هيبقى ال واحده. ده نمبر 1. طيب نمبر 2، هنا هو عندنا سابلي هيبقى جو مابل، تو تابل، il s'appelle, elle s'appelle, nous, nous appelons, vous, vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. والENT اللي في الآخر مش هيتضاف. يا رب يكون الموضوع سهل عليكم وبسيط. طيب تعالوا نحل مع بعض. il، ها احنا قلنا il بتاخد ايه؟ هل هي بتاخد s'appelle ولا nous appelons ولا vous appelez ولا t'appelle؟ il بتاخد s'appelle. برافو. طيب tu verb avoir، tu ya. طب افتكرها ازاي؟ tu always take s في اي verb في الدنيا، اخر حرف في الverb هتلاقي مع tu هتلاقي s. طيب nous، nous لو احنا جينا قلبنا ال o u s هتلاقيه o n s. بص كده كويس، هتلاقوه o u n s، يبقى a mon، a mon. طيب رامي وسامي، رامي وسامي ولدين، يبقى إيل افيك اس، يبقى على طول اون. برافو. طيب ال افيك اس على طول سابيل، او ان تي. برافو برافو. ليا وكامي بنتين، يبقى اخرها او ان تي. يا رب يبقى الموضوع سهل وبسيط. يلا بينا نكمل، يلا بينا. احمد اي توا، بصوا حلوه قوي الحته دي، عايزاكم تركزوا فيها. اي حاجه اي توا على طول بقت فو، اي حاجه اي توا بقت فو. طيب اي حاجه بقى اي موا، مثلا احمد خلاص اي موا، على طول على طول دي تبقى ايه؟ نو. يبقى اي حاجه اي موا تبقى نو، اي حاجه اي توا تبقى فو. طيب اي اسمين ولاد يافيك اس، اي اسمين بنات الافيك اس. طب اسم ولد واسم بنت الافيك اس، سهله. طب اسم بنت واسم ولد برضو الافيك اس. يا رب تكون سهله. طيب نبص كويس قوي، احمد اي توا يعني فو، لو طالما فو يبقى اخرها او زد. برافو. طيب كومون وتابيل، وقلنا في قاعده بتقول ان تو اولويز تيك اس، يبقى تو تابيل. ديو، ها تابيت يعني الى ال او ال، يبقى ابيت. برافو. اخرها او. جو، جو مابيل اخرها او. برافو برافو. ها ج، جي جي، ما حدش يقول لي ج اه، لا هي اسمها جي. برافو برافو برافو. يلا بينا ندخل على اللي بعده. اكتيفيتي 2، تشوازي برضو لا بون ريبونس. سيسيل، ها سيسيل دي اسم بنت يعني ابيت او. طيب فو، احنا قلنا فو فو زابلي وال واحده. برافو برافو. ها ج، جيم اخرها او. طب ليه مش اخرها او اس؟ عشان قلنا تو هي اللي اولويز تيك اتس، مش جو ولا ايل ولا ال. طيب ايل اخرها هي طيب فو، قلنا فو بياخد او زد يبقى ايمي. مالك، مالك ده اسم ولد، يبقى ابيت اخرها او ولا او اس؟ لا اسم ولد يعني ايل، يبقى ابيت اخرها او. طيب نهى،
آه برضو برافو برافو. ها ما مير يعني إل، يبقى إل سابيل، برافو برافو برافو. طب سامي إي موا، إحنا قلنا بقى إن أي حاجة إي موا معناها نو، يبقى أفون، برافو أفون. طيب نو يبقى إي مو، إي مو. يا رب الموضوع يبقى سهل وظريف وتقدروا تحلوه بسهولة. الجزء بتاع الفيربات هحط لكم في الديسكريبشن، فيرب افوار وفيرب دي بريمي جروب، وكمان هحط لكم فيرب سابلي. يا رب يبقى سهل عليكم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. يلا افوار.